جزائر لامع ماضي سيف مرصع جوهر ماضي واللي في درب العزة ماضي لا قلي مع الإحسان إيمان تتنوع بالوان ضوي شاشع في الأكوان يا الجزائر فيك الخير حسنك شايع في الأوطان بالجزائر. السلام عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا لاباس. اليوم راح نعطي لكم غلاصاج رويال. غلاصاج رويال انا نستعمله فقط للحرقوس، يعني الحلويات الجزائريه. كاين حرقوس راح نخصص لكم فيديو ليه باذن الله. راح نعطي لكم نخدم معكم الكلاصاج رويال ونعطي لكم كيفاش راح نقش به، يعني راح نعطي لكم زوج حوايج في فيديو واحد باش تستفادوا، لخاطر جاتني بزاف طلبيات عليه. على هذا واش راح نستعمل في الكلاصاج رويال البنات؟ راح نستعمل شربات، راح نستعمل عندي حليب، عندي زيت، عندي عصير ليمون، عندي سكر أرطب ضروري وألف ضروري أنه يكون مغربل، وعندي بياض بيض، عندي بياض بيض، البياض بيض راح نستعمله. هذا هو الكلاصاج رويال. راح نبدأ مع بعضنا نشوفوا طريقة كيف نوجدوا الكلاصاج رويال. أنا استعمله كما قلت لكم فقط للتحرقيس، يعني حرقوس تاع الحلوى في المخبز. راح نبداو بسم الله. راح نجيب راح نضيف شويه بياض بيض، تخافوش. هذا هو الكلاصاج رويال. راح نضيف الحليب، راح نضيف ملعقه، راح نضيف عصير ليمون عصرته وصفيته، لازم يكون مصفي يا البنات. هما كي لوحت زوج ملاعق، هنا راني لوح عيني ميزاني، اضطريت ان نقيس لكم على جالتكم. بسم الله. ونزيد اخر حاجة هي الزيت، راح نستعمل ملعقتين. راح نخلط هنا البنات. انا حنستعمل حرقوس بنفسجي، راح نضيف شويه، ونبدا نضيف في السكر بالتدريج حتى نتحصل على طليه ما تكونش ثقيله بزاف، ما تكونش طريه بزاف. هنا البنات اذا شفتوا اللون بنفسجي تاعكم غامق وجاكم غامق بزاف وما بغيتوش يكون غامق، بكل بساطه راح تضيفي له. كي نستعملوا، نعطيكم ملاحظه، كي نستعملوا ملون غذائي يكون غبره، يعني ضروري يتحل في شويه ماء ولا شربات ويتلاح هنايا، بصح لازم يتصفى. تلوحوا ملون غذائي ابيض، من بعد كما كنت نقول لكم اذا جاتكم اللون تاعها غامق بزاف زيدوا لها ملون غذائي ابيض، راح تولي كلاغ. راح نضيف السكر بالتدريج حتى نعت لكم الكلاصاج رويال. لحت بالتدريج السكر الارطب حتى تحصلت على هذا القوام. دوك من بعد نعت لكم حبيبات كيف نخدموا بها. هذا هو الكلاصاج رويال. كلاصاج رويال يعني الفتحه تكون رقيقه باش تعطيكم نتيجه. نبداو بسم الله. ديما البنات اللي ما تعرفش الحرقوس تجرب على البلون دو ترافاي والا على صحن ولا على اي حاجه من بعد باش تطبق فوق الحلوى. راح نبدا بسم الله. هكا يعني في الحرقوس لازم تكون رقيقة. ها ها
ها هو البنات هذا هو الكلاصاج البنات كيفاش خدمناه وكيفاش جربنا حرق. نعت لكم جربت لكم برك، راح نخصص لكم فيديو للتحرقيس بالتفصيل باش تمشي يدكم عليه. المهم ان شاء الله يكون عجبتكم الفكره وعجبتكم التدبيره. ما بقى لي غير نقول لكم استناوني فيديو جديد حلو بلا مالح. سلام يا الجزائر، فيك الخير وحسنك شايع في الاوطان.